عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل يا راكب اللي تسبق الريح حياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أحييكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في انطلاقاتنا المتواصلة لهذا اليوم. اليوم هو ثاني أيام سن الإجداع، سن الإبداع والإمتاع، مسافة 5 كيلومترات ضمن الأشواط المفتوحة ينطلق شوطنا الثالث في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الذي يحمل هذه المنافسات ما بين الشعارات الحاضرة والمتواجدة التي تبحث عن إضافة الإنجازات إلى إنجازات حيث تحضر القوة والإثارة مع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. أتقدم بداية مع المركز الأول، مع بواسل من تتقدم مع صدارة الشوط، ليتقدم حمد بن محمد بن فهد الرزق العجمي يقدم لنا انطلاقة بواسل مع المركز الأول، الشحانية مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية لتتقدم مع مركز الوصافة بشعار هجن الشحانية. هذا الشعار لدعم الشعار العنابي، يتقدم من يحمل هذا الشعار ليتقدم فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري من يقدم لنا الشحانية مع المركز الثاني. المركز الثالث انتقل لأتابع أيضا الحرقة لهجن الشحانية من تقدم لنا في هذه اللحظات الشحانية والحرقة. الحرقة مع المركز الثالث مع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت بن عقيل، نعم يقدم لنا الحرقة مع المركز الثالث. المركز الرابع أرى وأتابع أريام يا الكتبية، أريام يا محمد يا بن سعيد يا بن علي يا بن حلوة يا الكتبية، من يقدم لنا أريام ولكن تسللت عالية عالية من بدأت تخطو باتجاه المركز العالي باتجاه المركز الأول باتجاه القمة لتتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع بشعار هجن المرقاب، ليتقدم خميس بن سعيد بن صالح الزرعي من يقدم لنا عالية. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. وأيضا أرى وأتابع ريمة هي المتقدمة وفلاح بن سويل بن محمد السدر العنزي، نعم هو الواصل مع ريمة. هكذا متابعينا مشاهدينا الكرام الخمسة المراكز المتقدمة والتي تسير نحو الانتصار، التي تسير نحو الفوز والسلامات. وهذه النقطة الغالية بالتأكيد في هذا المهرجان الغالي، مهرجان يحمل اسم ولي العهد يحفظه الله ويرعاه. ولكن أعود إلى أبناء الشحانية، أبناء الشحانية من يتقدمون بشعار هجن الشحانية، لتتقدم الشحانية مع المركز الأول لتتسلل مع مقدمة هذا الشوط لتغير مجريات الشوط وتنتقل مع المركز الأول لتكون أقرب المشاركات إلى خط النهاية. ولكن عالية من الجانب الآخر، عالية يا عالية من بدأت تتقدم وها هي تعلو في المركز الأول، ها هي تعلو مع القمة وتنطلق مع صدارة الشوط وهجن المرقاب. من يقدمون لنا عالية مع المركز الأول؟ الله يا خميس يا بن سعيد يا بن صالح يا الزرعي، هو المتابع والمرافق لانطلاقة عالية مع المركز الأول.
الأول ومع صدارة الشوط، ولكن حذارية من هجنة الشحانية التي بدأت بالهجوم مع المركز الثاني والثالث مع الشحانية ومع الحرقة. الله الله الله، المركز الرابع هنالك ريام ومحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، والمركز الخامس وصل العنزي مع شعار، وصل مع ريمة فلاح بن سويل بن محمد السدري العنزي من يقدم لنا ريمة، ولكن هجن الشحانية تخطف المراكز المتقدمة، المركز الأول والثاني، الحرقة مع مقدمة الشوط يا بن عقيل يا النابت، من يتقدم مع المركز الأول يقدم لنا الحرقة بشعار هجن الشحانية، ليتقدم المضمر والمتابع والمرافق لانطلاقتها جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، يتقدم بحثا عن الانتصار. الشحانية أيضا مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية وفران بن محمد بن حمد بن قريع المري، ولكن العبور العبور يا المطيرية عوض بن هلال بن ضيف الله المطيرية، من يعبر المراكز مركزا تلو مركز يعبر إلى المركز الأول. الله الله الله, الله يا مالك العبور، ها هي العبور في انطلاقتها من أجل العبور إلى الانتصار وإلى السلامات، تتقدم مع المركز الأول يا عوض يا بن هلال يا بن ضيف الله يا المطيرية، يتقدم مع الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير يا كيلو ما بعد كيلو، والمطير غادر مع العبور 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 نحو الانتصارات تتجه، العبور نحو السلامات تتجه، تنطلق مع مقدمة الشوط، تنطلق مع الإبداع يا عوض يا بن هلال يا المطيرية، يتقدم في هذا الشوط الذي يحمل الشعارات القوية والأسماء الرنانة، الحرقة مع المركز الثاني، أيضا وصلت عرين وعبد المحسن بن طالب بن علي المري، بدأ الهجوم لتصل عرين صاحبة الإنجازات، نعم تبحث عن إضافة الإنجازات إلى سجلاتها، ولكن الحرقة مع هجن الشحانية، هجن الشحانية من تتقدم مع المركز الأول تعود بانطلاقتها يا بن عقيل يا بن عقيل، يتقدم مع الحرقة مع مقدمة الشوط، الأمتار الأخيرة الأمتار الفاصلة ما بين عرين وما بين الحرقة، ولكن الحرقة مع المركز الأول، الحرقة هي الأقرب، هجن الشحانية هجن الشحانية، الشعار المبدع المتألق، السلامات يا برنس إلى الشحانية يا بن عقيل، سلامي عليك يا مالك الحرقة، سلام هجن الشحانية تظفر بالانتصار والسلامات والتانية موصولة إلى المضمر إلى برنس، يتقدم ويقدم لنا في هذه اللحظات الحرقة، نعم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المركز الثاني، وصلت في عرين وعبد المحسن بن طالب بن علي المركز الثالث، المركز الثالث المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الكرام، نعم حضرت فيه العبور وعوض بن هلال بن ضيف الله المطيري، إذن متابعينا مشاهدينا الكرام لحظات الإعادة بعد قليل، وفي الإعادة إفادة للمراكز المتقدمة وللتوقيت الزمني، لحظة وصول الحرقة 7 دقائق 51 ثانية 21 جزءاً من الثانية، تهانينا ألف مبروك لهجن الشحانية والتهانية موصولة لبرنس بن عقيل من قدم لنا الحرقة، المركز الثاني عرين عبد المحسن بن طالب بن علي المري 7 دقائق 52 ثانية 29 جزءاً من الثانية، المركز الثالث وصلت فيها العبور عوض بن هلال المطيري 7 دقائق 56 ثانية 77 جزءاً من